السلام عليكم بنات، انا رجعت لكم فيديو جديد بشهيوة جديدة عاوتاني مع الاخت ديالي. تشيز كيك يجي مزيون ولذيذ وسهل، مكونات بسيطة. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس، ما تنساوش تبارطاجيو القناة ديالي مع الاصدقاء ديالكم. كنبغيكم بزاف، بصحتكم مسبقا. بسم الله، انا دوري معكم. انا عندي تشيز كيك سهل بالنسبه للبنات اللي كتحرفلو ميجبرو الجبن ماسكاربون. المهم حنا نعملوه اليوم معنا بيرلي وشويه جبلي. ملي بغات تعمل كلشي جبلي ولا تعمل دوبل المقادير، تعمل جوج ديال بيرلي. المهم دابا نبدا معكم بالمقادير الاولى ديال الطبقه الاولى. عندنا 300 غرام ديال الكيكه سماريه او لابوسي على حساب المتوفر، وعندنا الزبده بلا عبار. المهم الزبده مذوبه القياس اللي غادي تجمع لنا كيكس. بسم الله، هذه كتبقى القاعده الاولى. كفاتني شي هاديك زيت واحد الشكون غير فات. صافي كنشوفو كيكس ديال كيكس ديالنا كامل ترمل. هيدا نعملو القاعدة الأولى. نروح الكاس ندوق عليها مزيان تشرب الراسه. عندنا الطبقه الثانيه ديال الكريمه، كنعملو نص سيترو ديال الكريم كاينه ولا لا. اللي ما عندوش يقدر يعمل شونتيي، بواطه ديال الكريم شونتيي مع واحد كاس الحليب يكون بارد مزيان. نعملو عندي هنا نص سيترو، ملي كتطلع لنا الكريمه شويه شهيده كنزيدو عليها داك البيرلي. كنزيدو عليها مغرفه كبيره جبلي تكون عندها مزيان. اللي ما عندها شي بيرلي وبغات تكتفي بجبلي صافي دابا، اولا عاود تعاود جبلي تما لجوج ديال البيرلي. كنكملو التصاوب. كنجبدو ديك القاعده اللي عملنا من ثلاثه، بعد كنزيدو عليها الكريمه ديال تشيز كيك ديالنا. ملي كنزيدو هاد الطبقه هادي كنردوها نبيره حتى كتبرد مزيان. من بعد كنوجدو الطبقه الثالثه ديال الكراميل. انا غنوجدها معكم، حق الطبقه الثالثه كتبقى اختياريه، كل واحد كيعمل اللي بغا من فوق، يعني ماشي ضروري تعملوا هاد الطريقه اللي انا عملتها. غنساليو هادي هيدا ندخلوها للنبيره تبرد. شوف براسها
كنعملوا واحد كاس العنب عامر اللي عندها الميزان تقدر توزن 200 غرام، اللي ما عندها شي ميزان يعني كاس العنب معروف كنعملوا العافيه تكون مهيله. كنحطوا عليها كنحطوا عليها السكر ديالنا حتى كيرجع كراميل، خليوه بالمهل ما نحركوش بمغروفه، حركوا غير هيدا حتى كيرجع كراميل. ملي كيقول لنا بحال هيدا كنزيدوا عليه، انا عندي هنا 200 غرام ديال النوى، واذا ما كانش شي نوى ماشي ضروري تقدر تما البيان كون كاسي، انا كان عندي متوفر نوى عملته. من بعد كنبقاو نخلطو مزيان حتى كيرجع كراميل، وعاد كنزيدوا عليه الكاس ديال الكريمه، كنبقاو نخلطو هيدا مزيان ما نحيدوش يدنا منه باش ما يتحرقش. دا كنشوفو بلي النوا بدا كيتحمر شويش، من بعد عاد نزيدو عليه الكاس ديال الكريمه، من الكاس ديال العنبه ما يكونش عامر بالكريمه، عملنا كاس العنبه بالسكر في الكريمه ما نعمروهش بزاف. المهم ملي كيرجعنا اللون ديالو بحال هيدا ما يتحمرش بزاف باش ما يتحرقش، كنزيدو الكاس ديال الكريمه كاس صغير، حقردو بالكم حيت ملي كتكبو الكريمه كطلع فيها هي. كنزيدو واحدة 4 ديال الطريفات شوكولاط بيض، هادو سمحوا لي فيديو ما تصورش، كنزيدو 4 ديال مربعات شوكولاط بيض، ومن بعد صافي كنحركو هيدا، كنخليوها حتى كتدفى، حيت شي لا كبيناها على تشيز كيك ديالنا غادي تدوب، خليوها حتى تدفى شويش عاد كنخويوها كطبقة ثالثة. كنجبدو هاديك التشيز كيك لي كتعنا في نبيرة، من الأحسن إلا خليتوها تبرد مزيان الكراميل ديالنا دفا شويش، ما تعملوش يسخن بزاف باش ما يذوبكمش الكريمه. هاد الطبقه هادي كتبقى اختياريه على حسب كنتي عندك النوا تقدر تعملها تقدر تعمل الكراميل بوحديتو ماشي ضروري النوا، غير بشويش باش ما كنحفروش شي كريمه من داخل. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا، جا لذيذ وجميل، زينته غير بقشور ديال الليمون اولا التين معسلين. دابا نحط لكم الطريقه ديالو وصافي، حتى لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، كانت هذه الوصفه ديال النهار، نتمنى تعجبكم، كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد.